الكنيسة هنا بتخدم أربع مناطق أو أربع بلاد، بتخدم العور قرية العور، وبتخدم عزب الياس حنة، وعزبة وسيلة أو عزبة فهمي عبد العال، وقرية السوبي أو عزبة السوبي. الأربع مناطق تابعين للكنيسة هنا وبتخدمهم الكنيسة. حابب إن أنا أوجه الشكر لأبي قداسة البابا توادرس الثاني، وأبي شريكه في الخدمة الرسولية أبونا الحبر الجليل الأسقف الأنبا أرمية، ربنا عوضهم كل خير ويبارك في خدمتهم ويديم حبريتهم. لإلهنا كل مجد الكرامة من الآن والأبد، أمين. نشكر ربنا أولا، نشكر خدمة أتحباني على محبتهم لينا وعلى نظامهم اللي بيقولوا الجميل. احنا كنيسة مارجيريس إبراهيم باشا بنشكرهم، احنا ده تالت عيد يكونوا موجودين وسطينا، بيجيبوا حالات لأخوة الرب، بيعيدوا عليهم، وبنشكرهم خالص على تعبهم وجودهم على النظام اللي بيعملوه. بنشكر كل الفريق اللي بيخدم، نشكر كل الناس اللي بتدعمهم وتساعدهم. بنشكركم حقيقي، كل سنة وانتم طيبين، وتعيشوا وتفرحوا قلوب الناس، وتعيشوا وتنشروا محبة المسيح لكل حد محتاج إليها. كل سنة وانتم طيبين. بنقدم خالص الشكر من أعماق قلوبنا على محبة ربنا لينا وتواجد يعني خدمة أتحبني في هذا المكان، وده مكان متعود إن الكنيسة دايما والخدمة تيجي تقدم الخدمة العظيمة دي، إن هي فيها بيسعد فيها أولاد ربنا، فربنا يعوضهم كل خير ويبارك في حياتهم وفي عملهم وفي كل تقدماتهم وفي كل عطاياهم. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، آمين. احنا بنشكر خالص خالص صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمية على محبته وخدمة أتحبني اللي دايما بتفرح القلوب ودايما بتفرح أولادها في المناسبات السعيدة في الأعياد كلها. احنا بنشكرهم على محبتهم وعلى سندتهم وعلى خدمتهم الكبيرة اللي بيغطوا بيها الجمهورية كلها. بنقول لهم تعيشوا وتفرحوا قلوب أولاد ربنا دايما، وربنا يبارك خدمتكم، كون دايما خدمة مثمرة إلى مدى الأعوام. وبنشكر نيافتك على محبتك الكبيرة ودايما كده بتفرح أولاد ربنا دايما يا سيدنا. شكرا خالص. احنا بنشكر نيافة الأنبا أرمية على الخدمة الجميلة، خدمة تحبني، هي فعلا خدمة كلها بركة، الكل بيتعب فيها والكل بياخد بركة من أول قداسة البابا وأنبا أرمية وكل الخدام والعاملين في قناة ميسيات وخدمة تحبني. ربنا فعلا يبارك خدمتهم ويبارك حياتهم ويعوضهم ويكافئهم في أورشليم السمائية.
محتاجين دايما صلوات قداسة البابا وقداسة وصلوات نيافة الأنبا أرمية تشملنا دايما ومستشفى صلواتهم. شكرا خالص وكل سنة وانتم طيبين.